مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم دونات. عن جد عن جد دونات بعقد، اطيب من اي محل بنشتري منه دونات. كتير كتير طيبين ورائعين، وبتعرفوا انتو شغل البيت افضل من شغل المحلات. شكل شايفين منه شكل بيحكي عن الطعمة، وعجينة كتير رائعة وكتير ناجحة 100%. هاي دي العجينة، شايفين منها عجينة كمان كتير رائعة بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط كوب حليب فاتر. الحليب الفاتر بنحطه ضروري، ما فينا نحط حليب بارد ولا حليب سخن، بينزع العجينة. ملعقة طعم خميرة، ملعقة طعم سكر. بخلطهم شوي مع بعض وبتركهم 5 دقايق لتتفاعل عنا الخميرة. بحطيهم بصحن. بعد 5 دقايق بصر عنا بالخميرة بالخليط فقاعات بهيدا الشكل. هلأ منكفي الطريقة أنا وياكم. حطهم بقلب العجينة. ضيف بيضة. ملعقة صغيرة فانيلا. ملعقتين طعام زبدة دايبة. ملعقة. 2. نص ملعقة صغيرة ملح. ملعقة طعام سكر. بخلطهم مع بعض. ضيف فوقهم طحين. كوب. 2. 3. 4. حطينا 4 أكواب طحين. بعجنهم بالعجينة، وهيدي الخلطة هي زيت العجينة، بتقدروا تعملوها تعجنوها بالإيد، ما في أي مشكلة. أول شي بعجن على سرعة خفيفة عشان ينخلط الطحين منيح، ما يطرطش عنا بالمطبخ، وبرجع بس ينخلط منيح الطحين بعلي السرعة. عجنت العجينة حوالي 7 دقايق. هلأ منشيلها منحطها بالجاد. طلعت العجينة عنا بهيدا القوام، شايفين كيف؟ شوي بتحسوها بتلزق، بتلزق شي بسيط، شايفين؟ منحط زيت خفيف بالجاد. هلا بحط العجينة بمكان دافي وبتركها ترتاح ساعة ليضاعف حجمها. بعد مرور ساعة على العجينة هلا بدنا نباشر التقطيع. شايفين تضاعف حجمها. برقة للعجينة بهيدي السماكة، شايفين كيف؟ هيدي السماكة اللي بدي اياها. هلا بقطعة البسكوت، وفيكن اذا بدكم بتقطعوها بكباي.
العجين الباقي برجع برقه وبقطعه نفس الشيء منشكله. بس قطعتهم بهذا الشكل، ما عندي حجم صغير من هيدي القطاعه. شو راح اعمل انا؟ راح اقطعهم بهيدي طاوله كيس الكريمه حجم صغير بالنص بهيدا الشكل، شايفين شكله كتير رائع. بحطها على ورقة الزبدة وبحطها على الصينية. نفس الشي بقطع الكل كمان. هيدول اللي بقيوا عنا فينا اعملهم دونات صغير، يعني كمان بحطهم على ورقة زبدة بعملهم دونات حجم صغير، بيطلعوا كتير كتير طيبين للولاد. حطيت الدونات على ورق الزبدة بهيدا الشكل عشان بس تخمر منيح وشيلها اقليها ما يتغير شكلها، تضل محافظة على شكلها. بعد ما حطيناهم بهيدا الشكل بغطيهم بمنشفي وبتركهم حوالي 40 دقيقة ليتضاعف حجم العجينة عنا. هذا الدونات بعد مرور 40 دقيقة، هلأ منا نقليهم. بس حمي الزيت عنا، هلأ ببلش بالقلي. حطيت الغاز على درجة حرارة أقل من العالي، يعني درجة الحرارة عندي 6 حطيته على 5. بس ياخدوا لون خفيف ذهبي بهذا الشكل بقلمهم. صار اللون المطلوب، هلا بحطهم على شبك. هول الدونات بعد ما قليتهم عنا شوكولاتة ذوبتهم على البخار، وكمان عنا هون زبدة اللوتس وبسكوت اللوتس نعمتهم بهيدا الشكل، وعنا هون سبرينكلز شوكولاتة. بغط بالشوكولاتة، رح اعمل على نكهتين مثل ما شايفين، بغط شي بسيط بالشوكولاتة بهيدا الشكل. برجع بحط عليها شوية سبرينكلز، بتعطي شكل كتير رائع. بهيدا الشكل شايفين ما اجملها، كتير روعة. بعمل وحدة باللوتس كمان، برش على الوجه لوتس بسكوت اللوتس. فينا نعمل عدة نكهات، النكهات اللي نحنا عملنا اياها. هيدا الشكل كتير رائع. هول الدونات اللي بقي عنا، هلا كيف بزينهم؟ بزينهم بهيدي الطريقة، راح احط عليهم الشوكولا واللوتس بنفس الوقت مع بعض. كمان بحط شوكولا بحط بسكوت اللوتس وراح احط سبرينكلز. شايفين شكلها بشهي هيدا السبرينكلز. شو رأيكم بهالخبزة؟ كتير حلوة. كمان هولي بحطهم بالبراد. هولي الدونات اللي عملتهم أنا وياكم بعد ما حطيتهم بالبراد، هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.